الحديث يعني واضح في بيان صفات المرأة التي تنكح من أجلها، وأنه ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب. لذلك يقولون ينبغي على الإنسان أن لا يجعل الدين آخر ما يسأل عنه، أن يجعل الدين آخر ما يسأل عنه، لكي يكون هو الفيصل الذي يرد من أجله أو يتزوج من أجله. فيشوف البنت وجمالها وكذا وحسبها وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يسأل عن الدين، فإن كانت ذات دين تزوجها لدينه، وإن كانت غير ذلك تركها. فهذا يعني قالوا أنه يجمع له بحيث أنه ما يسأل عن دينها أولا، قالوا دينه، ثم قالوا أنها غير جميلة، قال لا والله خلاص حولنا. كيف؟ فاظفر بذات الدين تربت يدك، خل الدين آخر ما تسأل عنه، اسأل عن أول شيء الشكل وعن الأشياء الثانية، ثم بعد ذلك إذا زانت لكل الأمور كلها اسأل عن إيش الدين، ليكون هو الفيصل النهائي أنك تقدم أو لا تقدم.